السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المرأة. اليوم جبتكم فيديو جديد، وصفة جديدة خاصة بالأسنان، تبييض الأسنان بمواد طبيعية، ما كيناش الكيماوي مرة، لأن هذيك المواد الكيماوية كتفقد أسنان ديك المادة اللزجة اللي كتكون في الأسنان، كتفقد بديك المواد الكيماوية وكتأثر على القوة ديال الأسنان وكترجع الأسنان هشة. وهاد الوصفة اليوم مواد كاملة طبيعية متعودين عليها وكنعملوها دايما. ودابا غادي ندوزو للمكونات. عندنا هنايا السواك اللي طيبتو فواحد الكاسرول وصفيتو، عندنا هنايا مطيشة اللي حكيتها وصفيتها، كندير ديك اللب ديالها، العصير ديالها لا زريعة لا والو. وعندنا الحامض او الليمون اللي عصرناه، والسواك اللي استعملت هو هذا، وهذا معجون الاسنان. طبعا تعملوا اي نوع عندكم في الدار واللي موجود عندكم. دابا غادي ندوزو للطريق. غادي نعملو ملعقه صغيره ديال السواك، طبعا الماء ديال السواك اللي قلت قبل راه حنايا طيبناه وصفيناه. السواك عنده فعاليه كبيره بالنسبه للاسنان. الرسول عليه الصلاه والسلام كان فيما كيمشي يتوضا باش يصلي كان كيدوز على سنانه بالمسواك باش كيبقاو طاهرين ونقيين، رغم انه هو من اطهر خلق الله. وكنعملو ملعقه صغيره ديال الليمون او الحامض، ملعقه صغيره ديال الطماطم اللي حكيناها وصفيناها، معجون الأسنان، ملعقة ديال معجون الأسنان، النوع اللي كان عندكم اللي كتفضلو. كتبقى تحركهم حتى كينسجم العناصر كاملة. هاد الطريقة فعالة تخلي السنان كيشعلو بلا ما تبقى السنان حتى شي مضاعفات. من بعد خليها على جنب، نجيبو هاد الماء ديال السواد، كنشبرو شويه د القطن أولا د البندة، وكندوزو على سناننا كاملين لثة، ماشي سنان لثة، كندوزو عليها من داخل الفم ومن خارجو لثة كاملة، لأن السواك كيقوي اللثة. وكنخلوه ثلاثة ديال دقايق وهو في اللثة ديالنا، عاد كنشبرو هاد الخليط ديالنا، وكنشبرو شيتة ديال الأسنان بحال هكا، وكندوزو على الأسنان من الجوانب ومن داخل الفم ومن خارجه ومن من الدراس السنان من الحشيات من كل شيء. كتخليوه 5 دقائق، ثم كدوروا حركه دائريه ومستطيله، ومن كتحكوا السنان اخلاص، وقعد كتشلوا فمكم وكتعطيكم واحد النتيجه رائعه. هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، وهي فعاله وكتعطي بياض ناصح للاسنان. والمراه الابتسامه ديالها هي كل شيء، الا كانوا السنان ديالها نقيين وبويض الابتسامه كتكون عندها رائعه. وشكرا.